الوردي هي وسيلة لموضوع الصعيد الوطني، فإن المواطن يقدم مع هذه الوسيلة يمكن أن يقوم بجميع من العمليات تحويل الأموال إلى مستفيد كأداء ما يقتضى من مواد وخدمات عند تاجر ما. وهذا الهاتف يمكن المواطن كذلك بوضع ودائعه عند البنك ولا عند مؤسسة الأداء، يمكن أن يسحب كذلك بواسطة هذا المذكور هذه الودائع. هي وسيلة بسيطة جدا للقيام بهذه العمليات، يعني المواطن عنده حساب في البنك ولا حساب في مؤسسات الأداء يمكن له الهاتف المنقول ديالو يكون جاهز بواحد المحفظة نقدية إلكترونية، وهذه المحفظة هي اللي غتساعدو باش يقوم بهذه العمليات. يجب عليه غير يدخل الرقم الهاتف ديال المستفيد بهذه الأموال، هذه الأموال اللي يمكن المستفيد يستغلها في وقت التوقيت الحقيقي ديال العملية. يعني فعلا اليوم كان إعلان على انطلاق التعامل البيني بما يخص الأداء عن طريق الهاتف المحمول. يعني ما معنى التعامل البيني؟ هي أن أي شخص عنده هاتف محمول يمكنه يتعامل مع أي مؤسسة من اختيار دياله، أي بنك مثلا أو أي شركة ديال الدفع، اللي عندنا شركات تسمى شركات الدفع الجديدة اللي هي ماشي بنوك ولكن عندها نفس يمكن تقدم نفس الخدمات بالنسبة للأداء عبر الهاتف المنقول. يمكن الإنسان أنه يصل مثلا النقود أي شخص بلا ما يتسأل هذاك الشخص مع من كيتعامل، أي بنك ولا أي شركة ديال الدفع. يعني ضروري أن يكون التعامل بيني 100%، وهذه يعني أعتقد شخصيا حسب معرفتي بالسوق العالمية أول مرة كينطلق واحد النظام أداء إلكتروني عبر الهاتف بطريقة يعني كتمكن من الأداء البيني، يعني لانتر أوبيرابيليتي، الأداء البيني بين جميع المؤسسات. وهذا هو اللي كان اليوم إعلان عليه بطريقة رسمية، بحيث أن اليوم كل شيء جاهز باش يمكن إن شاء الله يبدأ التعامل بالهاتف النقال للأداء الإلكتروني بطريقة يعني مفتوحة بدون أي قيود، بطريقة مبسطة كذلك كما جاء في التقديمات اللي شفنا هذه الأشياء هذه، وخاص فيما يخص رقم الحساب ديال أي شخص هو الرقم الهاتف دياله، بسيط جدا، لأن أي واحد عنده الرقم الهاتف دياله وعنده رقم الهاتف ديال كاع الناس، العائلة دياله، ديال الأصدقاء دياله، ديال ولاده إلى آخره، اللي غيبغي مثلا يرسل واحد مبلغ معين لواحد الشخص اللي هو من القارب دياله أو الأصدقاء دياله عنده الرقم دياله، ما يحتاج حتى كاع يسولو شحال الرقم ديالك. بدون هذه الطريقة بدون تلقف ممكن طبعا عن طريق من تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.